السلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أولي الهمم العوال، أعضاء جمعية ترسال لتحفيظ القرآن الكريم والأعمال الخيرية والأنشطة التربوية، قبيلة ترسال رجالا ونساء شبابا وشيوخا، حضرة الدكتور رئيس المجلس العلمي بأسلال والوفد المرافق له، ممثل المجلس العلمي للمدينة فقيه بن صالح، الشيخ الفاضل عميد وخادم الزاوية البصيرية للتعليم العتيق مولى إسماعيل بصير والأساتذة المرافقين له، رئيس أعضاء جمعية رئيس أعضاء الجماعة الترابية لآيت بولي، أعضاء السلطة المحلية، أعضاء جمعية المجتمع المدني، أهمة وخطباء ومرشدي مساجد جماعة آيت بولي، منسق الأهمة المرشدين بالمجلس العلمي لأزلال، أحييكم تحية أخوية إسلامية، الأول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم هنا ببلد العلم والقرآن وبلد الكرم والسخاء، بتوفيق الله ورعايته شاء القدر أن نلتقي مجددا بأحبابنا وإخواننا وشيوخنا في هذا الحفل القرآني البهيج الذي يعود فضل تنظيمه إلى الجمع بعد الله عز وجل إلى الجمعية الفاضلة جمعية ترسال لتحفيظ القرآن الكريم والأعمال الخيرية والأنشطة التربوية، وذلك أصالة عن نفسي ونيابة عن غيري من مجموعة أهمة وخطباء مساجد آيت بولي، نود أن نتقدم إليكم بأبهى وأحلى عبارات الشكر والامتنان، ونقف لكم إجلالا واحتراما على حسن صنعكم وجميل فعلكم لما تبذلونه من قصارى جهدكم في سبيل الاعتناء بالقرآن وحفظته تعلما وتعليما. كما أحييكم على الصورة الجميلة التي رسمتموها على بلدتنا الطيبة المباركة ترسال، فلو لم يكن لكم سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكفاكم. كما نحيي ونقدر المجهودات الجبارة التي يقوم بها الإمام والشيخ عمر أبو الزول السيد الذي كرس حياته ووقته من أجل تحفيظ القرآن الكريم وصهره وتفانيه من أجل هذا العمل النبيل، وقد شهد له الجميع ونشهد معهم أيضا أنه لم يبخل على طلبته يوما ولو وقتا يسيرا، وقد تخرج ولله الحمد على يديه فقهاء وأساتذة وكفاءات عالية أجاره الله من واسع فضله ورضاه وجزاه الله عنه وعن الإسلام خيرا. ولا تفوتني كذلك الفرصة أن نترحم على واضع الحجر الأساس لهذا الصرح العلمي العتيق شيخ آيت بولي الذي أفنى عمره في خدمة القرآن الكريم، الشيخ سيدي حماد بن علي بن ناصر البزولي رحمه الله وأسكنه الفسيح جنانه. وأشكر مجددا قبيلة تربات ترسال على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في هذا الصدد وسط هذا الجمع المبارك، أتقدم بأسماء باسمي وباسمكم بأسماء عبارات المواساة وبأحن ألفاظ العزاء إلى أسر موتى فاجعة دوار أيت عن الناس إطران صابهم الجلل حادثة مأساوية أبكى لها الحجر والشجر قبل البشر، تغمدهم الله بواسع رحمته ورضاه وأسكنهم فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم السبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الختام نسأل الله تبارك جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الأمن والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.